موجز لأهم الأخبار من قناة الدنيا، أهلا بكم. أكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن الدبلوماسية السعودية المرتجفة خوفا من انتصارات الجيش العربي السوري لا يسعها أن تمثل الشعب السعودي الشقيق ولا محل لها في أي حل سياسي. وقال الزعبي ردا على تصريحات وزير الخارجية السعودي أمس إنه لا تثريب على سعود الفيصل إذا اعتبر أن سوريا أرض محتلة وفلسطين محررة وذاكرته المثقوبة وأحلامه الموهومة تسيطر على خطابه. وأوضح وزير الإعلام أن العنف في سوريا سببه سلاح سعودي وأموال سعودية وإرهابيون تابعون للسعودية والفيصل غارق بدم السعوديين بدم السوريين. وأشار الزعبي إلى أن ظنون الفيصل عن مستقبل سوريا ودور حكومته فيها وهم كبير، وإذا كان يعتبر بلده بلدا صغيرا فسوريا كبيرة بشعبها وجيشها. جدد علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى حل سلمي للأزمة في سوريا، مشددا على أن يكون سوريا لا يتدخل فيه الآخرون. وحذر صالحي من الآثار السلبية على كل المنطقة إن لم تتم إدارة الأزمة في سوريا بشكل صحيح. وقال صالحي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الطاجيكي إنه إذا وجد نوع من الخلل في الأجواء السورية فستكون آثاره كارثية بالتأكيد على المنطقة ولن يكون أي بلد بمنأى عنها. كما دعا أمير قطر الجديد لإعادة النظر بموقف بلاده من الأزمة في سوريا. قالت الخارجية الروسية إن اللقاء الثلاثي في جنيف أمس حمل الاتفاق على ضرورة عقد المؤتمر الدولي حول سوريا بأسرع وقت ممكن من أجل إطلاق الحوار الشامل بين السوريين أنفسهم والتأكيد على الالتزام الشديد بالمبادرة الروسية الأمريكية المعلنة في 7 أيار الماضي والأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان مجموعة 8 الأخيرة. وأضافت الخارجية أن الجانب الروسي شدد خلال اللقاء الثلاثي على أهمية خلق أجواء إيجابية لعقد المؤتمر حول سوريا ورفض أي خطوات أحادية الجانب تتعارض مع الجهود الموحدة المبذولة من قبل روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل الانتقال إلى مسار التسوية السياسية للأزمة. من جهة ثانية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز أمس أن الشرطة ألقت القبض على 3 أشخاص يشتبه بأنهم جهاديون كانوا جزءا من جماعة ترسل مقاتلين إلى سوريا. وقال فالز للصحفيين عقب الاعتقالات التي وقعت في جنوب فرنسا: هناك أفراد معروفون لنا ولا سيما فيما يتعلق بما يشكلونه من خطر من خلال الإنترنت على المؤسسات الجمهورية وقيمنا. مضيفا: من المؤكد أن هذا يكشف أن المخاطر لا تزال قائمة. اعتدت مجموعات إرهابية مسلحة صباح اليوم على خطوط وأنابيب الغاز والفيول التي تغذي محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية. وأشار وزير الكهرباء المهندس عماد خميس إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظات درعا والسويداء والقنيطرة ودمشق وريفها. ولفت الوزير خميس إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تأمين تغذية جزئية من محطات التوليد بديلة، ريثما تقوم ورشات الإصلاح في وزارة النفط والثروة المعدنية بإعادة تأهيل الأنابيب المعطلة. تعرض أكثر من 20 سوريا للاعتداء بالسكاكين من قبل مجهولين أثناء توجههم اليوم إلى استوديو خاص لتسجيل أغاني تراثية سورية في منطقة جسر الواطي سوق الأحد شرق بيروت. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن سيارة فان بداخلها 25 سوريا كانوا قادمين من برج حمود ومتوجهين إلى مكتب التلفزيون الإيراني لتصوير برنامج في استوديوهاته، تعرضوا لطعنات سكاكين من قبل 8 مجهولين يستقلون 3 سيارات. استنكر الشيخ يوسف جربوع شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين التفجيرات الإرهابية التي يرتكبها أعداء الوطن بحق المواطنين الأبرياء على امتداد سوريا بغية النيل من النسيج الوطني وبث الرعب والفتنة بين أبناء الوطن الواحد. ودعا الشيخ جربوع أمس جميع أبناء الوطن إلى تغليب لغة العقل والإيمان على المصالح الشخصية الضيقة والعمل على بث الشعور الوطني النابع من أفكار العقلاء الذين يساهمون في بناء الوطن، مؤكدا أن حل الأزمة في سوريا لا يكون إلا بحوار وطني تشارك فيه مختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية والمنظمات الأهلية.
في فلسطين المحتلة رأى مراقبون أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستباقية حول ما سميت بخطوات حسن نية إسرائيلية لتسهيل العودة إلى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ما هي إلا محاولة استباقية لتوجيه اللوم إلى الجانب الفلسطيني في حال فشل الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات في ظل الرفض الإسرائيلي لوقف الاستيطان. وتزامنت تلك المراوغات مع وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى الأردن قبل أن يتوجه من هناك إلى القدس الغربية للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أن يعود إلى الأردن للقاء الرئيس محمود عباس. وتحدثت مصادر عن عدم وجود برنامج واضح لزيارة كيري أو أفكار محددة تساهم في كسر الجمود الذي يلف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أجرى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصالا هاتفيا بأمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني معربا عن الأمل في المزيد من التعاون بين البلدين حسب ما صرح مسؤول أمريكي. ونقل المسؤول الأمريكي عن كيري خلال توقفه في الكويت قوله إنه يتطلع قدما للعمل مع الشيخ تميم لأن بلدينا يشجعان على الاستقرار الإقليمي والعالمي والازدهار والتقدم حسب قوله. وأكد كيري أن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب قطر كشريك له مكانته. انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي نوري بوسهمين رئيسا انتقاليا جديدا خلفا لمحمد المجريف الذي استقال بعد المصادقة على قانون يقصي المسؤولين السابقين في عهد معمر القذافي. وفاز نوري بوسهمين وهو أول أمازيغي يتولى مسؤولية سياسية عليا في ليبيا. فاز في الجولة الثانية من الانتخابات ب 96 صوتا من أصل 184 على الشريف الوافي وهو أيضا نائب مستقل من شرق البلاد حصل على 80 صوتا. فرقت قوات الشرطة التركية بالقوة والعنف المفرط حشودا كبيرة من المتظاهرين الرافضين لخطط وسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية التي يتزعمها رجب طيب أردوغان. واستخدمت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في أنقرة الليلة الماضية. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة التركية تدخلت في منطقة دكمن واعتقلت 16 متظاهرا ممن احتجوا على قرار القضاء التركي الذي صدر أمس الأول بالإفراج عن شرطي متهم بقتل متظاهر في أنقرة بالرصاص. وقد أقام المتظاهرون حواجز على جادة رئيسية في أنقرة وقطعوا السير فيها وتصدوا للشرطة التي عملت على تفريق الحشود. في خبرنا الأخير قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأمريكي الهارب إدوارد سنودن لا يزال في قاعة ترانزيت في مطار موسكو رافضا الدعوات إلى ترحيله للولايات المتحدة. وفي أول تدخل له حول مطاردة سنودن التي استحوذت على اهتمام العالم أصف بوتين الشاب الذي كان يعمل في السابق في وكالة الأمن القومي بأنه رجل حر كان وصوله إلى روسيا غير متوقع مطلقا بالنسبة للسلطات الروسية. ختام الموجز بأمان الله.